خبر وحش جدا 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 من هنا لبعد بكرة، ناس تاني ماتت في المزلقان بتاع القطر، ناس تاني وتالت ماتت في المزلقان بتاع القطر، أطفال تاني ماتت في المزلقان بتاع القطر، أطفال المدارس فاكرين أتوبيس المدرسة اللي ماتوا، وبعدين أطفال تانية، وبعدين أطفال تالتة، وبعدين أطفال رابعة، وبعدين شباب، وبعدين ناس لسه مخرجة. ربنا يا رب يرحم الناس اللي ماتت في الحادث اللي حصل الأخير، اللي كان لسه مخلصين فرح كمسيحيين أو مسلمين، ربنا يرحمهم جميعا. حاجة تزعل، حاجة يعني تخلي الواحد يبكي إن هو في مصر مش عارفين نوصل لاختراع بسيط جدا اسمه السنسور بتاع المزلقان. يا جماعة ده سنسور، ده حاجة يعني حاجة بتحس كده، مفيش أي مشكلة فيها ماسح ضوئي بنحطه قبل المزلقان ب 3 كيلو وبعد المزلقان ب 2 كيلو، القطر بيعدي بيقطع السنسور ده بيروح قافل المزلقان، القطر يخلص المزلقان ويكمل بعد 2 كيلو يروح فاتح المزلقان. ولا سحر ولا شعوذة، الموضوع سهل جدا يا جماعة، الموضوع سهل جدا 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 جدا. الفكرة كلها إن هو يقول لك إحنا مسكنا سواق القطر ومسكنا الناس المسؤوله في المزلقان، اصل المفروض ان الحديده تتوصل مش او الدايره اللي يمسكوها واحد يوصلها لواحد عشان هو اللي مش عارف ايه. كل كلام يعني يا جماعه كفايه اهمال، كفايه اهمال. يعني انا بكلم المسؤولين بدل ما تعمل رخام في محطه مصر وتعمل رخام ورخام ورخام، كل حاجه عندنا في مصر ان احنا لازم نعمل رخام عشان خاطر بدل ما تعمل حاجه تكنولوجي لازم تعمل رخام. بدل الرخام ده وتمن الرخام اعمل مزلقانات جديده. ده سنسور، ده مش حاجه. يعني في عباقره مصريين يعملوا لك سنسور احسن كمان من بره. انا عايز اوريكم الفيديو اللي جاي ده انا مصوره في السويد عشان تعرفوا ان الموضوع سهل جدا. اطفال راكبين على عجل بيعدوا ازاي في سلام وامان، وناس راكبه عربيات، الناس بتتمشى، كل الناس عارفه ان خلاص المزلقان ده حاجه امان ليهم، فلا يمكن حد يعرف يعديه. فرقوا على فيديو بسيط جدا تعرفوا ان الموضوع مش موضوع رخام وان احنا نعرف نتطور، لكن الموضوع بسيط اكتر ما انتم تتخيلوا. ان احنا عشان نحافظ على مصر، احنا انا كاتب اي لاف ايجيبت، يعني انا بحب مصر. الناس كلها المفروض اللي بتحب مصر تسمع الفيديو ده وتشيره بينهم من بعض عشان تعرفوا ان حجاجوفيتش كل مشكله هتحصل في مصر ان شاء الله ليا فيديو ليها بره بنحلها، وزي الكهرباء بتاعه الدنمارك، زي مليون حاجه هوريها لكم ان شاء الله. وكل ما يحصل حاجه بنحاول ان احنا نوريكم الفيديوهات بره الناس عامله ازاي عشان نتعلم منها. اتفرجوا على الفيديو ده وبجد كل واحد بيحب مصر يشيره ويوديه لاصحابه ويوريه لاصحابه ويوريه لمامته وباباه ويوريه كل الناس عشان بلدنا تحسن. يمكن مهندس موجود في مصر ربي بيحب مصر بجد من قلبه مسلم او مسيحي يعمل المشروع ده. يا جماعه مش هيكلفنا حاجه تماما. احمد حجاجوفيتش، اتفرجوا على الفيديو. المزلقان عندنا مشكله كبيره جدا في مصر، في اختراع بسيط بيقفل زي ما انتم شايفين ورانا كده عشان القطر يعدي، والعربيه والناس كلها بتستنى القطر اهو. عدى القطر بكل بساطه، اول ما يعدي هتلاقي ده بيفتح، يعني حاجه بسيطه جدا جدا جدا. الناس بتعدي، العربيات بتعدي، في امان وسلام، مفيش اي مشكله تماما. اختراع المزلقان لازم ننفذه في اقرب وقت في مصر عشان خاطر ارواح الناس الكتيرة جدا اللي بتروح. السويد فيها مزلقان، واستراليا فيها مزلقان، العالم كله فيه مزلقان، لازم احنا نعمل مزلقان محترم في مصر. قطر لما يجي يعدي يفتح ويقفل، حاجة بسيطة.